وسهلا بالجميع. حكمة هذا الصباح تقول: عادة القراءة هي المتعة الوحيدة التي ليس لها مثيل، أنها تدوم عندما تتلاشى كل المتع الأخرى. صحيح، كي تدوم هذه المتعة يجب أن نتناسى كل ما هو تكنولوجيا حديثة وغيره، لأنه في كثير من الناس صاروا يبتعدوا من القراءة والمقروئية وتوجهوا الكل إلى كل ما هو تكنولوجيا حديثة، إعلام سمعي بصري وغيره. مليح أنه الشخص يستفيد من كل ما لديه من تكنولوجيا، لكن الشيء الأجمل أقول أن نعود للأصل. أجمل وأحلى صباح لكل مشاهد.